مثلا طلع في نهايته في منتج او خلينا نحكي مخلفات، بس مش ضرر كبير. انا بدي اوصله لمنطقه كيف استفيد من هذه المخلفات. افكار ابداعيه خلاقه قدمها شباب وشابات متطوعون في الخليل بيت لحم ورام الله، طرحوا خلالها المشاكل البيئية التي تواجهها مجتمعاتهم المحلية، وتوصلوا إلى الحلول المناسبة القابلة للتطبيق والاستدامة. الشباب الموجودين ناضجين بما فيه الكفاية لتقديم تدخل ملموس في حل مشاكل بيئية فلسطينية، ودارسين السوق، عندهم تجارب، عندهم أفكار قاطعين فيها شوط جيد. الآن هم بيحاولوا يجدوا التمويل الكافي لأنه يكونوا واقفين على رجليهم ويحققوا غاياتهم وأهدافهم لخدمة بيئة فلسطين. بيقدر يفيدنا البريد الفلسطيني في أنه ناخذ الترميز البريدي حتى نخدم هاي المنطقة، وفي إحنا حصرنا في 6 مناطق في أماكن تجمع رئيسي. مؤسسة شيم شباب يصنع المستقبل جمعت نحو 30 شابا وشابة من المحافظات 3 على مدار 3 أيام في رام الله، ضمن مشروع إشراك المراكز الشبابية في تصميم المبادرات البيئية لاستدامة مبادرات المجتمع المحلي في الضفة الغربية، بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية ومنظمة صحة العائلة الدولية، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. مؤسسة شيام عم بتنظم تحدي للإبداع تدريبي يشارك فيه مراكز شبابية عدة من أنحاء الوطن، من الخليل، من بيت لحم، من رام الله، ورح يكون عندنا كمان تحدي في مدينة نابلس نفس هذا الأسبوع القادم. هذا التحدي هو بيجمع شباب وصبايا مهتمين من هاي المراكز لتقديم حلول إبداعية للمشاكل البيئية اللي بيواجهها مجتمعاتهم وطننا أو عالميا. مشروع المشاركة المدنية والمجتمعية بتقوده خدمات الإغاثة الكاثوليكية اللي هي بتدعم 22 مؤسسة فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية في عدة مجالات، في مجال تطوير قدرات شبابية، تطوير قدرات نسائية، البيئة، الصحة. فعنا كتير من القطاعات وكتير من المؤسسات اللي احنا فخورين بالجهود اللي انبذلت بالفترة الماضية خلال العام ونصف تقريبا. كتير شركات ومؤسسات، لكن هل في واحدة منهم مطبقة المعايير والشروط البيئية أو حتى؟ في اليوم الثالث عرضت 5 مجموعات مبادراتها، اختارت لجنة التحكيم أفضل 3 منها لاحتضانها وتدريب المتطوعين فيها لتنفيذ مبادراتهم. الفكرة في الموضوع أنه رح يكون إحنا التحدي مقسوم على مجموعتين. إحنا اليوم بالمجموعة الأولى اللي هي بتم تنفيذها برام الله، جبنا المراكز الشبابية اللي تم اختيارها من الخليل وبيت لحم ومن رام الله ليشاركوا مع بعض في الجزء الأول من التحدي، والأسبوع الجاي إن شاء الله رح يكون في عنا المجموعة الثانية اللي هن جايين من جنين، قلقيلية، والكرم ونابلس، ورح يتم تنفيذ هذا التحدي في نابلس. مبادرات شبابية خلاقة إبداعية بالفعل، كلها كانت مبادرات مشكورة محمودة، ولكن منها ما يمكن تطبيقه ومنها ما يمكن تطبيقه بعد فترة. هناك كان في معايير أخذناها بعين الاعتبار، إنه أولاً مدى مستوى الإبداع في المبادرة ومؤامتها للمشاكل الموجودة حالياً في فلسطين، إنه هل تم تحديد المشكلة بشكل جيد، وهل تم تحديد الطريقة الإبداعية لمعالجة المشكلة هذه بطريقة منطقية معقولة مستدامة. المبادرات 3 تناولت فكرة معالجة النفايات بطريقة تقنية، وأخرى طرحت فكرة إعادة تدوير واستخدام الأقمشة والنفايات لصناعة الدمى والمجسمات والقطع الفنية. شعور رائع أنك تفوز بالمركز الأول، يعني المركز الأول يعني أنت صدارة، يعني أنت جبت شيء جديد ومميز يستحق، وإحنا يعني اسمنا ملتقى الإبداع والتميز، فإحنا اليوم تميزنا والحمد لله، وشاركنا بمبادرة كل جروب والشباب المتطوعين من منطقة تفوح، معظمهم طلبة جامعات، هم شاركوا بالفكرة، تم التعديل عليها أكثر من مرة لحتى تنطبق مع شروط التحدي اللي احنا داخلين فيه، والحمد لله ربنا وفقنا وحصلنا على المركز الأول. مشروعنا هو عبارة عن تحويل المخلفات البيئية لقطع قابلة للبيع، قطع فنية في الغالب، عن طريق إشراك المجتمع المحلي بالموضوع. احنا بنشعر بكثير من السعادة لأنه احنا قدرنا نقنع لجنة التحكيم بفكرتنا ومبادرتنا اللي هي
تدور فكرتها حول إعادة تدوير المتبقي من الأقمشة الزائدة والنفايات في مشاغل الحياكة والخياطة لإعادة تدويرها وعمل منها أشكال ومجسمات وأعمال تربوية وتعليمية وسائل جيدة وذات معنى تراثي وثقافي. ما رح يجمعوهم بشكل دايركت، هلا رح يصير في عنا نشاط، هذا النشاط رح يكون كتير فريندلي. تنفيذ هذه المبادرات سيشكل حافزا للشباب الآخرين للسير على ذات النهج للوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الملوثات ينعم خلالها المجتمع بحياة وصحة أفضل.